حياكم بزبدة، معكم خالد، واليوم راح نشوف لابتوب إيليان وير 15 بوصة. إيليان وير، واو، والكرتونة كلها لابتوب. أوكي، لابتوب ثقيل، شحن اللابتوب ولا يعني عملاق. أنبوكس سريع جداً، شكله عجيب، مواصفات حيل قوية حق الجيمينج، قوة الجرافيك كارد مال الديسكتوب. إذا أنت تلعب أوفر واتش طبعاً حد أمه راح يشغله 4K 60 فريمز نو بروبلم. تبي تشغل ألعاب مثل The Witcher 3 تحطها على 1440p، إذا عندك 1070 جي بي يو من انفيديا، USB 3 من هني و USB 3 والسي، وعندك هيدفون جاك. طبعاً في أماكن حق المراوح من على الجنب، من تحت عندك المراوح، طبعاً في أماكن كبيرة حق المراوح مثل ما تشوفون. أكثر الوصلات صايرين من وراء، اللي هي تحصلها مثل HDMI ميني ديسبلاي بورت LAN، وصلاتك كلها من وراء ما تأذيك. لابتوب جبار جداً، عندنا كاستمايزبل LED كل مكان، في التراك باد، الشاشة من على الجنب، الكيبورد. أنا أشوفه أفضل لابتوب حق الجيمينج بالسوق موجود حالياً. إذا عجبتكم هذه الحلقة سووا لايك وسووا سبسكرايب، لأن السبسكرايب مهم عشان تشوفون الحلقات الجاية والحلقات اللي طافتكم. وحياكم بزبدة.